السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. لا فيديو ديال اليوم بغيت نتقاسم معكم مغازان كيبيع أتات فريمون راقي وجودة عالية، أتات تركي اكزاكتومون. هذا المتجر كاين في المدينة ديال لافال، المتجر سميتو افونو ترك، غادي تشوفوا السميه هنايا. هذا المتجر هذا ما شاء الله اللي عنده اتات، انا في الحقيقه اكتشفته غير بصدفه، كنت دائما كندوز هنا وكنقول شي مره غادي نمشي نشوف، دونك قلت ضروري غادي نتقاسموا معكم، سورتو كو دابا شهر ديال لو ديميناجمون قريب، لان هنا في كيبيك عندنا دائما التالي ديال جوان هو الناس فاش كيرحلوا، يا اما ما شاء الله كيرحلوا لدارهم ولا كيرحلوا لابارتومون الى اخره. دونك هذا اتات فريمون داكشي زوين، داكشي راقي، داكشي فريمون ستيل تري شيك. هاد المغازان هذا الا كنتو مثلا جيتو غادي تبغيو تشريو مول المتجر، ما عليكم الا تذكروا السميه ديال فاطمه او كيبيك، غادي يكونوا عندكم بوكو دو غابي. بحال هاد لي غابي مثلا، لا شريتو ان صوفا وما شاء الله المتجر كله، راه غادي نوري لكم من بعد الانواع ديال لي صوفا اللي عنده. الا شريتو ان صوفا عندكم موان 15% وان تابي غراتوي، ان تابي غراتوي. من بعد عاود غادي ندوزو نشوفو لي تابي. الا بغيتو تشريو ان تابي كلكو سوا لا ديمونسيون ولا لا كولور، غادي تكون عندكم 50%، يعني الا كان تابي كيدير ب 800 دولار غادي تاخدو غير ب 400 دولار. ويوغا ميم دوت زارتيكل اللي تقدر تكون فيه موان 30% موان 20%، ولكن ضروري خاصكم تذكرو الاسم ديال فاطمة او كيبيك. اذن قبل ما نكمل الهضره ديالي غادي ندير بكم ان بتي تور تشوفوا ما شاء الله المتجر كي كاين. وحاجه اخرى اللي نسيتها سي كو مثلا عجبكم شي موديل ديال شي صالون، راه تقدروا دوموندي ولا كولور اللي بغيتو، وتقدروا دوموندي ميم لي ديمونسيون، ولا ليفريزون كتكون في 3 جوغ 3 جوغ. تختاروا اللون من غير لي صوفا، راه غادي نوري لكم عندهم ميم لي شومبر اكوشي، عندهم لي طابل، عندهم بحال هكا هاد لي زاكسيسوار ديال لا ديكوراسيون، عندهم دي فوتوي ما شاء الله. فريمون انا داكشي زعما عجبني، ولي كولور فريمون دي كولور باستيل، دي كولور نيود. المهم ما نطولش عليكم لان التلمو عجبني انا هاد الشيء، قلت غادي نتقاسموا معكم. دونك دابا ندوزو ندير لكم اشنو كاين اكزاكتومون في هاد المتجر ديال افونو ترك اللي كاين في المدينه ديال لافال. Thank you.
إذن كانت هذه هي الجولة ديالنا بمتجر افينو تورك اللي كاين في المدينة ديال لافال على بولفار سان مارتان، وكنأكد ونعاود اللي كان جاي باغي يشري يذكر فاطمة أو كيبيك باش صاحب المتجر يدير لكم لو غابي. هادشي كله اللي قلت لكم عليه غادي تلقاوه مكتوب في لابواط دو ديسكريبسيون، لي غابي على لي تابي على لي صوفا على لي زاكسيسوار والسمية ديال فاطمة أو كيبيك باش تربحوا كذلك لو غابي. دونك نتمنى إن شاء الله أن هاد الجولة في هاد المتجر تعجبكم، لأن سيغتو الناس اللي كيبغيو شي حاجة شيك وشي حاجة اللي راقية، بهذا هو المحل اللي زعما كتقلبوا عليه. وغادي نختم الفيديو ديالي كما دائما باللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.